السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء في سلسلة الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. درسنا لهذا اليوم هو مراجعة يونت 4 في الكتابين والملزمة. أوكي، يونت 4 هو مراجعة ماما. أوكي، نبدأ بيونت 4. بدي ملاحظة عليه. يونت 4 is a revision unit. يونت 4 هو وحدة مراجعة، أي فصل مراجعة. For the previous three units، للثلاث وحدات السابقة، يعني ال1 وال2 وال3. أوكي، يعني دراجعها بيونت 4. أوكي، الوحدة الرابعة هي مراجعة للوحدات الثلاث التي تسبقها. أوكي، نراجع بعض المعلومات السابقة على شكل أسئلة وأجوبة. أوكي، راح نراجع بعض المعلومات اللي أخذناها بالثلاث يونتات ماما. أوكي، على شكل أسئلة وأجوبة. This is number one. Question number one. Answer the following questions. أجب عن هذه الأسئلة أو الأسئلة التالية. Number one. How many uncles do you have? كم أم أو خال لديك؟ I have two or three uncles. ممكن بدل uncles تجينا aunts. ممكن بدل aunts تجينا cousins. Okay. فإذا الآن إحنا بس هذا كمثال. How many uncles do you have? I have three uncles. إذا كلمة three ما متأكد من دقتها كإملاء، عرفتوا؟ تقدرون تقولون two، تقدرون تقولون four. Okay. Number two. Where does the waiter work? أين يعمل النادل؟ النادل اللي هو يشتغل في مطعم، النادل اللي يجيب لنا يجلب لنا الطعام ويعطينا قائمة الطعام، شو نسميه؟ نادل. أوكي، نادل، waiter. He works in a restaurant. هو يعمل في مطعم. أبدأ capital letter رجاء ننتبه، أبدأ بكابيتال letter وأنتهي بفول ستوب. أوكي، number three. What is a jug made of? من أي شيء مصنوع الجوج؟ الجوج إنه هو اللي هو الجوج اللي نستعمله للماء، يعني الوعاء اللي نخلي بيه الماء، أو حتى للورد همين نذكره نسميه جوج نفس الاسم. It's made of glass. هنا نختصرت ال it is بهذا الشكل. إذا نختصر ال it is لازم يكون بهذا الشكل ويكون صحيحة كتابته. ما نقدر نستعمل كامل. It is made of glass. مصنوع من الزجاج. أبدأ capital letter. أنتهي بنقطة. Okay. Don't forget. لا تنسون ماما. Number four. What are rain boots made of? من أي شيء مصنوعة البوت المطري أو الجزمة المطرية؟ من أي شيء مصنوعة؟ They're made of rubber. They're made of rubber. مصنوعة من المطاط. الآن they're هي اختصار ل they are. Okay, they are. لأنه اثنين عندنا. Boots هي تكون اثنين فردتين يعني. Okay. Now. الآن نجي على question five. هذه نجي خلينا نشوف. What are the opposites for these adjectives? موجود عندنا في unit four هذا التمرين. ما هي المعاكسات لهذه الصفات؟ بعض ماما هاي ضروري نعرفها. هذا spelling، املاء. thick، thin، ثخين، رفيع. number two، cheap، expensive، رخيص، غالي الثمن. number three، hard، soft، hard صلب، soft لين. four، big، small، كبير، صغير. five، long، short، طويل، قصير. 6. plain، colorful، plain بمعنى بسيط أو سادة. okay، plain بسيط أو سادة، colorful ملون. okay، hard عندي كلمة أخرى لهارد هنا غير معنى hard بمعنى صعب، فإذا hard هنا easy أي سهل. easy فإذا جانا easy لازم أقول hard، أما إذا جانا hard بمعنى أني أقدر أكتب إما soft وإما easy حسب أنتوا تشوفون شنو تقدرون تكتبون. number eight، safe، سليم أو أمين.
dangerous خطر. Dangerous خطر. Okay. Question number two. نشوف question number two شنو عندنا. نموذج آخر. Complete the following. هو كل المعلومات اللي موجودة جبت لكم إياها بشكل مراجعة. وطبعا لازم نقرأ الكتاب أولا والactivity book والملزمة وبعدين نراجع هذا مرحلة أخيرة. Complete the following sentences by writing the correct words. أكمل الجمل الآتية وذلك بكتابة الكلمات الصحيحة. Okay. I don't feel well. I have a cough and a cold. لا أشعر بحالة جيدة. عندي سعال وبرد. Okay. Feeling cough, cold. Number two. He cut his finger. He should put a plaster on it. لما عندي فراغين قلنا ماما لازم كلمتين. He should put a plaster on it. Okay. بالضبط عندنا تمرين بيونت 4 بالكتاب فإذا لازم ننتبه عليه. Number 3. I have a temperature. عندي درجة حرارة. درجة حرارتي مرتفعة. You should take a tablet. يجب أن تأخذ حبة. حبة دواء. Okay. 4. My sister has a stomach ache. أختي عندها ألم في البطن. She shouldn't eat so much cake. ما كان يجب أن تأكل كثير من الكيك. 5. I like using computers. أنا أحب استعمال الكمبيوترز الحاسوبات. So I want to be an IT programmer. فلذلك أرغب أن أكون شنو مبرمج أو مبرمجة حاسبات. IT programmer. عندنا فراغين ماما. IT programmer. ليش قلت N مو A؟ لأنه بادي بحرف L. Okay. Number 6. I want to be a waiter. أريد أو أرغب أن أكون شنو نادل أو غارسون في مطعم. Because I love وذلك بسبب I love meeting people. أحب الالتقاء بالناس كثيرا. Okay. عرفت ماما؟ نعم. بقى ماما فراغين بمعنى لازم الاسم وقبلها A أو N. دلالة على المفرد. Okay. 7. Most paper is made from wood. أغلب الورق يصنع من الخشب. أمام كل المعلومات اللي موجودة باليونتات الثلاثة الأولى هي في هذا اليونت المراجعة. Okay. Wood. نعم. Most paper is made from wood. Okay. 8. I don't like these boots. لا أحب هذه الجزم. These أداة إشارة اسم إشارة تستعمل للقريب. Okay. These وجمع. لأن boots هي اثنين ماما. But I like those. لكني أحب أو تعجبني تلك البعيدة. جمع بعيد. Those once on the top shelf. اللي موجودة على الرف الأعلى. لأن بعيدة عني. قلت those. قريبة مني شنو قلت؟ these. Okay. وهي للجمع. Okay. وهي للجمع. These with those للجمع. جمع قريب وجمع بعيد. Okay. 9. It's cold today. اليوم بارد. I'm wearing a thick sweater. أنا مرتدية أو مرتدية بلوزة ثخينة. Okay. A thick sweater. 10. I like writing with a thin pen. أرغب في الكتابة بقلم رفيع. Pen هو قلم حبر ماما. وليس البنسل. Pen بمعنى إما سمي بول pen يعني قلم جاف أو قلم الحبر. Thin pen better than a thick one. من عندي هنا كلمة thick. Thick بمعنى لازم أنطي هنا العكس. Thin رفيع. ناتخين هنا. رفيع. Okay. Now, the last page. إن شاء الله. الصفحة الأخيرة. Okay. للمراجعة. Question 3. Read and write. اقرأ وأكتب. True or false. صح أم خطأ. يرجى قراءة صفحة 55 في كتاب الطالب قبل البدء بهذا التمرين. أوكي. Okay.
عندنا page 55 صفحة 55 في كتاب الطالب pupils book بعو أيضا في اللغة الإنجليزية كاتبت لكم يا ماما. Please read page 55 pupils book before starting with this question. قبل البدء بهذا السؤال أو هذا التمرين لازم نقرأ صفحة 55 جيدا، لأنه ده يتكلم لي على الماوس، ده يتكلم لي على الماوس، والماوس هو اللي استعمله بالكمبيوتر. أوكي، تعرفون كليتكم الماوس اللي نستعمله مع الكمبيوتر. Number one، نكتب كلمة true و false كاملة رجاء. أوكي، Number one، you must hold your mouse correctly. يجب أن تمسك بالماوس مالتك، الماوس بطريقة صحيحة. True. True. Number two، most mice have three buttons. أغلب المايس هنا هو جمع لماوس، لأنه هو نسميه فأرة، لأنه شبيه بالفأرة. فلذلك هنا كتبت فيران، يعني بمعنى جمع الماوس هو شنو مايس. Have three buttons، لديها ثلاثة أزرار. False. How many buttons they have? Two buttons only, left and right. Okay، يمين ويسار. Three، put your index finger on the left button. ضع إصبعك السبابة على الزر اليسار. True. Number four، there is a wheel in the middle of the mouse. يوجد عجلة في منتصف الماوس. في منتصف الماوس، الماوس هي الأداة الصغيرة اللي نستعملها بالكمبيوتر. Okay، true. Five، don't keep your wrists straight. لا تخلي الرسغ مالتك، الرسغ وهو المفصل بين الإيد والذراع، المفصل بين اليد والذراع، شنو نسميه؟ wrist. Don't keep your wrists straight. Of course this is false. Straight بمعنى مستقيمة، بشكل مستقيم عدل. Number six، the wheel in the middle is for scrolling up and down. العجلة التي في الوسط هو لأجل الصعود والنزول. That is true. هذا هو صحيح. Okay. ملاحظة مهمة، لا يوجد إنشاء في يونت 4 لأنه مراجعة revision. فلذلك لدينا موضوعين للإنشاء ذكرناها سابقا. Okay. الآن نجي على السؤال الأخير اللي هو للخط handwriting. Write correctly. يجيكم ماما write correctly، اكتب بشكل صحيح. جبت لكم مثال جملتين فقط لأنه أخذنا كفاية أمثلة. Do you have any cousins؟ من السؤال do، أنا بادية بدو بمعنى عندي سؤال. Do لازم الدي تكون capital. Do you have any cousins؟ وأنتهي بعلامة ماما استفهام رجاء. الخط أكتبه بشكل صحيح جدا. أوكي، حتى ما تضيع من عندي درجات ونقاط على أي خطأ عندي. فإذا G capital وأنتهي بquestion mark، والبقية أكتبها اعتياديا لكن خط حلو على السطر. أوكي. Number two، we have two cousins. We have two cousins، باسم and هبة. الوي شلون اكتب الوي؟ دبليو، اكتبها كابيتال. وي هاف تو كازنز. اوكي، باسم اند هبه. باو باسم بي لباسم يجب ان يكون كابيتال، و اتش لهبه يجب ان تكون كابيتال لانه هو اسماء علم. وات واي اند وذ؟ فول ستوب. بايش ينتهي؟ انتهي بنقطه. اوكي، ذس از ذا اند اوف اور ريفيجن. هذه هو النهاية لمراجعتنا لمواد الامتحان. رجاء ثلاث كتب لازم نقراها بشكل جيد: pupils book, activity book and the summary book، والبلزمة مالتنا الخاصة بالسندباد. Okay. Good luck to all of you and Miss Asil's best wishes for you all. وتمنيات Miss Asil لكم بالنجاح لجميعكم. Okay، لكلكم ماما رجاءً. Okay.
I hope you will be happy with your results as we are going to be. Okay, thank you. See you. Bye.